تخيل بقى ان واحد مش عارف منظر اي سي جي وهو متوقع لما يعملوا رسم قلب هيطلع خط مستقيم، وقال له انا مش هسيبك غير لما اخليه خط مستقيم. ما انا لازم اعرف ما هو النورمال عشان اعرف ايه الديفيشن وبعدين ايه الكوركشن. فالاباء وهما بيشرحوا كان عندهم الخطه دي، الانسان اتخلق ازاي، الخطيه عملت ايه، تدبير الخلاص ازاي هيرجعه تاني زي ما كان. اكتر من كده هيبقى فيه اخطاء، اللي يقول لك ما كانش لو ادم ما غلطش برضه المسيح هيتجسد. هيتجسد ليه؟ هو انا لازم اديك دواء انت عيان؟ تقول لا مش عيان بس هديهولك. ما ايه الهدف؟ احنا بنقول في قانون الايمان هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء، ودي موجوده في كل ليتورجيه الكنيسه، جاي من اجل خلاصنا. وقديس اثناسيوس قالها في تجسد الكلمه، وقال طب لو الانسان ما غلطش، اجابها يعني ما سبناش حيرانين، قال لو الانسان ابقى الله في معرفته كان هيحيا في الفردوس حياه سعيده تليق بالقدسين مع وعد بالخلود في السماء. فيش موت، مش هيعيش على الارض للابد، لكن كمان مش هيموت، هيتنقل من الارض للسماء من غير موت. فما قالش ان هيجي المسيح يتجسد، لان المسيح اوريدي كان موجود معاه في الفردوس اصدقاء. ده اللي حصل بعد الخطيه، بقى في عداوه وفي انفصال وفي موت وفي مشكله جه يحلها لنا. عشان كده لازم نبتدي دايما شرح التدبير الخلاص من الخلق، والانسان خلق على صوره الله. واعتقد اعظم طموح يسعى اليه الانسان ان يصل الى صوره الله، مفيش احسن من كده. عشان لما حد يقول لنا بعد التجسد صار الانسان احسن من ادم قبل السقوط، تقول له احسن في ايه؟ ما هو لو ربنا عايز يخلينا احسن ما كان خلقنا احسن. ايه الفكره ان ربنا يخلقنا وحشين وبعدين يتحنن علينا ويحسننا؟ طب ما هم الاول هو قال ده حسن جدا. الحاجه الثانيه، ثاني محطه بعد الخلق، هي السقوط. والسقوط اثر على كل البشريه، تاثير خطيه ادم على البشر، ودي اللي خلتنا بقى في البحث مضطرين نقف شويه عند اوريجينال سين او انسيسترال سين. وانا عارف ان الموضوع ده حساس جدا وفي ديبيت عليه من زمان في تاريخ الكنيسه، واساسا البحث بتاعي عن تدبير الخلاص مش بس عن الاوريجينال سين، فاحنا مرينا عليه مرور بس يعني اعتقد انه هيكون مشبع وكافي، لكن يحتاج حد تاني يدرس بالتفصيل تاريخ العقيده بتاعت اوريجينال سين. لكن على الاقل قرأت للآباء هذه العبارات: أخطأنا في آدم، صرنا شركاء من خلفة آدم ومن جراء أخطائه عوقبنا. القديس كيرلس الكبير في تفسير روميا 5:14 قال بعد أن أخطأ آدم فسد أصل الشجرة أو جذرها فنمت الأغصان ضعيفة وعاجزة، لقد دخلت الخطية الطبيعة الإنسانية وجعلت كل البشر خطاة. وانتهى الوضوح، مرضت الطبيعة البشرية بالخطية بسبب عصيان آدم. هذه تعبيرات من في وسط البحث الطويل اللي الأساتذة هيناقشوني معاهم النصوص كلها. يرى اللاهوتيون الجدد بأننا نخطئ لأننا ورثنا طبيعة مائتة، مش إن آدم أخطأ فصرنا خطاة. وهنا يجعلون الوضع معكوس ومقلوب. الكتاب المقدس بيقول بمنتهى الوضوح أجرة الخطية موت، هنا قالوا أجرة الموت خطية. أرجو لأي حد قاعد معانا وهو متأثر أو قرا الحتة دي وكان مقتنع بيها يراجع نفسه. كتاب بيقول أجرة الخطية موت، هما بيقولوا إحنا أخطأنا لأننا مولودين ميتين، فصارت الموت سبب للخطية مش الخطية سبب للموت. ويصير هنا بولس الرسول بيناقض نفسه زي ما هنشوف ذات التفاصيل. اسمحوا لي هقرا نص للقديس كيرلس الكبير بيقول لقد أصبحنا خطاة بسبب عصيان آدم.
بعدين وصل شرح بهذا الشكل ايه بقى. قال بعد ان سقط ادم في الخطيه واستسلم الى الفساد اجتاحت الشهوات النجسه طبيعه جسده فتولد ناموس الشر الذي لاعضائنا. طبيعتنا اصيبت بمرض الخطيه بسبب معصيه انسان واحد. هذا كلام كيرلس الكبير في تفسيره لانجيل يوحنا. هكذا أصبح الكثيرون خطاة، ليس لأنهم أخطأوا مع آدم لأنهم لم يكونوا موجودوا بعد، لكن بسبب أن لهم نفس طبيعة آدم اللي سقطت تحت ناموس الخطية. فعايز دايما احنا بنأكد احنا ما غلطناش مع آدم، احنا غلطنا في آدم. في آدم يرى اللاهوتيون الجدد أن التقليد الأرثوذكسي كان يؤسس لرؤيته لخطية آدم على أساس كياني وليس على أساس قانوني، وقالوا أن أغسطينوس هو اللي دخل الحكاية دي. علشان أفهم خطية آدم وتأثيرها فينا تعرضت في البحث لجزء كبير اسمه عقيدة وحدة الجنس البشري، ودي في الحقيقة الأباء قالوا فيها كلام كتير وأنا جايب نصوص كتير جدا في البحث ده وموجودة في القداس. على الأقل أنا خايف أطول أبونا إبراهام، لو أنا هطول فرملني يعني مش هعرف أفرملني. على الأقل في الخلق، الخلق يعني إيه؟ يعني الخلق من العدم. طب ما فيش حد فينا جاي من العدم، كل واحد جاي من أب وأم، فإحنا مولودين. هل أقدر أقول أنا مولود غير مخلوق؟ مش ممكن. طب احنا مولودين عشان لينا اب وام، طب مخلوقين ليه؟ عشان اصلنا مخلوق. ودي يقولها القداس الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، واحنا شفنا فردوس النعيم. امال يعني ايه وضعنا في فردوس النعيم؟ ادم، ادم لما كان في فردوس النعيم كلنا كنا هناك. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية، طب احنا ما خلفناش، لا في آدم سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، كل ده في آدم. دي اسمها وحدة الجنس البشري، والقداس مؤسس على هذه الفكرة، سواء البسيلي أو الغرغوري على وجه الخصوص. وحدة الجنس البشري بتأكد ان احنا كلنا اتخلقنا في آدم، كلنا أخطأنا في آدم، كلنا متنا في آدم، كلنا فسدنا في آدم، و العلاج أن يأتي آدم جديد يجمعنا جواه، والبوظان اللي حصل في آدم يصلحه المسيح. الخليقة اللي باظت في آدم يدينا خليقة جديدة، أظن كلمة خليقة جديدة مش غريبة على ودان. والخطية اللي أصابتنا في آدم يدينا بدلها بره، واللي يحتاج يقول أنا ذنبي إيه أخذ خطية آدم، يقولك أنت فضلك إيه تاخد بر المسيح. والموت الذي أصابنا في آدم يتهزم في المسيح، والفساد اللي أصابنا في الآدم يتهزم في المسيح. فده العلاج، يأتي المسيح آدم جديد، رأس جديد، أصل جديد للبشرية، عشان كده يجمعنا تاني نبقى وحدة الجنس البشر. هيبقى الفرق بس إن آدم أب لكل البشر، والمسيح يصير إحنا بيه أبناء للآب، بس مش كل البشر. الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. آدم خطيته عمت الكل، وما عمله المسيح يطول الناس اللي قبلوا المسيح. كورونا انتشرت في العالم كله، لكن يخف منها اللي ياخد العلاج. والمرض ينتشر والعلاج يطلب، عشان كده الخطية انتشرت في كل الناس، لكن العلاج عايز اروح للمسيح هو اللي عليه. الفصل الثاني هو الدراسات السابقة. تم مراجعة أهم ما تم إصداره في الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية من سنة 1950 حول موضوع الخطية الأصلية، تحديدا ما كتبه علم به الأب جون رومانيدس اللي هو كان من 27 وتوفى في 2001. وطبعا مش هو بس، ده فيه كتابات كتيرة، وأرجو اللي مهتم بالموضوع يساعدنا إنه يدرس ويعمل حاجة كويسة أحسن من اللي أنا عملته. تم مراجعة أهم الردود عليها من نفس الكنيسة البيزنطية. ليه بقى؟
لان الكنيسه البيزنطيه موقفها الرسمي مش متبني انه يبقى تريستك، موجوده في المعاهد العلميه بتاعتهم عند الدارسين. وانا تقابلت مع اساقفه ينتموا لكنائس في رومانيا وفي غيره، قالوا لي احنا الحاجات دي احنا كمان رافضينها. وارجو اللي دارس يعمل كده، يتقابل مع الناس يقول لهم انتم مصدقين الكلام ده؟ في ناس يقول لك اه، وفي ناس يقولوا لا. وطبعا زي ما حصل عندنا في الكنيسه، الذي يقبل كلام العلماء دول يبقى متنور وهو حلو، والتاني يقول لك انتوا في السبي البابلي. ففي لاهوتي كبير اسمه الاب فلاديمير موس لسه عايش من 1949، هو كتب الكتاب ده في 2012. قال ايه عن جون رومانيدس؟ قال لديه ازدراء خاص للقديس اغسطينوس. يعني ما بين كلمه وكلمه يقول لك اغسطينوس. وقال ما ورثناه من ادم وحواء ليس الخطيه باي شكل او منظر، بل الموت فقط. ويترتب على ذلك ان كل انسان يولد ببراءه تامه ولا يصبح خطيئا الا فيما بعد. هسبق الاحداث واقول لكم يا ابهات والحاضرين معانا، المعموديه بتاعتنا لمغفره الخطايا. قانون الايمان بيقول كده، نعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا. لو انا قلت الطفل بتولد بريء ولا يصبح خطيئا الا فيما بعد، يبقى مش مفروض نعمل الاطفال. ونمره اتنين، لو واحد اتولد في بيت محترم، تربى تربيه محترمه، مغلطش خالص، مش محتاج لا مسيح ولا معموديه. اول فكره بيقولوها بتهد المسيحيه من جدرها. وبعدين كل انسان ولد كما خلق ادم وحواء، كل انسان يمر بنفس، ده كلام بتاع رومانيدس. سبب سقوط الطفل يحدث من البيئه، يعني اتعلم من الوالدين، من الاعمام، الاصدقاء. اذا كان الطفل في وسط بيئه جيده يمكن لهذا الطفل ان ينمو بدون مشكله. وخلي بالكم ده نفس الكلام اللي قاله زمان بيلاجيوس، والدارسون بيقولوا ايه في ملحوظه جميله قاله اغسطينوس. بدايه حياته كان في منتهى الشر، والنعمه رفعته رفعه كبيره وبقى قديس. بيلاجيوس كان راهب بريطاني تقي جدا، ومن صغره يعرف ربنا، تربى في الكنيسه زي اولادنا كده، وطالع حلو قوي 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 قوي. فقال لك في الاخر الانسان بيتولد بريء ومش محتاج نعمه، لو تربى كويس هيمشي كويس. هنا مشكله ان بيلاجيوس خد خبرته الشخصيه عملها عقيده، واغسطينوس تطرف في الرد عليه، ما ننكرش، لان خبرته الشخصيه حسسته بالنعمه. واحد مش حاسس بالنعمه خالص لانه هو كويس، والتاني حاسس بالنعمه لانه كانش كويس. ف جون رومانيدس والتيار بتاع النيو باتريستك بيرجعوا تاني البدعه بتاعت بيلاجيوس اللي هنجيب سيرتها. حاول رومانيدس ان يجد مصدر لخطيه الانسان اللي هي مذكوره في روميه 5:12 غير ورثه خطيه ادم. فقال كده الموت نوع من الطفيليات تسكن فيها الخطيه، يعني فعلا خلى الموت سبب للخطيه. عكس رومانيدس العلاقه الحقيقيه بين الخطيه والموت، بدل ما تكون اجره الخطيه موت، يقول اجره الموت خطيه. ويقول مصدر خطايا الانسان الشخصيه هي قوه الموت التي في يد الشيطان، وفي خضوع الانسان له بارادته. يعني يقول لك الانسان خايف من الموت عشان هي بيغلط. رد عليه جورج فلاديمير موس، قال له في خطايا كتير جدا ملهاش خوف من الموت. الوثنيين هم بيعبدوا الاوثان، بيعبدوها ليه؟ الناس اللي داخلين حرب علشان يقتلوا الاخرين، دول خايفين من الموت. ليه انت بتقول كل الخطايا بنعملها خوف من الموت؟ يعني من اي مصدر جبت هذه الاطروحه يعني؟ ودي مشكله يا جماعه، لما حد يقول حاجه واحنا نجري وراه. عشان كده يعني الجزء اللي فات ده احنا قلنا الدراسات السابقه، وده جزء بسيط من اللي موجود في البحث. الخطيه الاصليه، هل تاثرنا بخطيه ادم ام بنتائجها فقط اللي هي الموت والفساد، ام لم نتاثر على الاطلاق؟ الحقيقه في ثلاث اتجاهات، كل اتجاه واخد من دول. في اتجاه بتاع النيو باتريستك والناس الحديثي بيقولوا احنا خدنا الموت والفساد، ما خدناش الخطيه.
وبلاجيوس قال لم نتأثر إطلاقا بالخطية آدم، والكنيسة بتقول لا احنا تأثرنا بخطيته وموته وفساده. قصة بلاجيوس بسرعة انا قلت جزء منها. بلاجيوس يا سيدنا نفسك تقول بلاجيوس ولا تقصد رومانيدس؟ لا حاليا في بلاجيوس. بلاجيوس قال ان مفيش نعمة، الانسان بيتولد بريء ومش محتاج معمودية للاطفال وغيره، طبعا لان بلاجيوس ده ظهر في القرن الخامس بعد مجمع القسطنطينية وقبل مجمع افسس. انعقد له مجمع في ثلاث مجامع، اخرهم اهمهم مجمع كرتاجنة الثاني منعقد سنة 418. كرتاجنة دي في شمال افريقيا كان ليها رئيس اساقفة، وكان من ضمن اساقفة اوغسطينوس، وكان هو المؤثر في هذا المجمع، وهو اللي واجه زي بالضبط لما كان في نيقيا 318 اسقف، لكن المؤثر كان اثناسيوس. ففي كرتاجنة المؤثر كان اوغسطينوس. هقرا لكم القانون اللي اتقال في مجمع كرتاجنة، قانون رقم 110 وموجود في التكست بوكس بتاعت المجامع. ان قال اي انسان ان الاطفال حديث الولادة لا يحتاجون الى معمودية يبقى محروم، ولو قال يجب ان يعتمد لغفران خطاياه الخطايا لكن ليست فيهم الخطية الاصلية الموروثة من ادم والتي لابد ان تؤخذ بحميم الميلاد الجديد يبقى محروم، واللي قال ان في حالة الاطفال لا تؤخذ صيغة معمودية انها غفران خطايا بطريقة حرفية انها بطريقة رمزية فليكن محروم. يعني هم ردوا على الثلاث حاجات قالهم بلاجيوس. قال الاطفال مش محتاجين معمودية، قالوا طب ما قانون المجمع نقيا القسطنطينية المعمودية مغفرة الخطايا، قال خلاص هنعديها مع بالنسبة للأطفال لكن هما ما فهمش خطية آدم الموروث، وفي حالتهم هيتاخذ الصيغة دي مش بصيغ بصورة حرفية لكن بمعنى رمز، قالوا تبقى محروم. وأنا من هذا المنبر بأناشد كل الناس اللي سمعني، لو حد شاف أي قانون بيقول من يعلم بواسط خطية آدم يكون محروم يبعته لنا. عندنا قانون بيقول اللي بيقول من يورث خطية آدم يبقى محروم في مجمع كرتاجنة. لم يوجد مجمع مسكوني ولا محلي قال اللي يعلم بواسطة خطية آدم يكون محروم، ودي خطيرة لأن موضوع حسم في مجمع ما يصحش يعاد فحصه. فيجابوا يقولوا ايه؟ لا ما هو مجمع كرتاجنة اساسا ده لاهوت غربي. نرجع تاني نقول اللاهوت غربي وشرقي كان بعد القرن الحداشر على الاقل بعد خلق دنيا، ده كان سنة 418. من الملاحظات يا ابهات ويا اخو، في 418 كان البابا كيرلس عمود الدين عايش، ولو سمع ان في مجمع في كرتاجنة عمل حاجه غلط ما كانش سكت لهم، بدليل ان هو ما سكتش لنسطور رئيس اساقفه القسطنطينيه، واغسطينوس اسقف هبه جنبه كده في افريقيا واسقف غلبان بتاع مدينه صغيره مش رئيس اساقفه القسطنطينيه كانش يسكت له. والقديس اغسطينوس تنيح قبل مجمع افسس بسنوات قليله، سنه او اثنين، عشان كده ما حضرش مجمع افسس. معناها كمان ان هو تنيح قبل البابا كرولوس ما يتنيح، لحسن حد يقول ما هو قال الكلام ده بعد ما بابا كرولوس الاسد مات. لا ده كان عايش والقوانين دي طلعت ايام. اكتر من كده بقى، في مجمع افسس اي قارئ هيقول لك ناقشوا ايه في مجمع افسس، يقولوا نسطور وبلاجيوس. احنا مركزين على النسطور لانه كان عندنا في الشرق فعلا، لكن بلاجيوس كان بيزعج الغرب. لكن في مجمع افسس لانه مجمع مسكوني في شرق وغرب فتعرضوا لقضية بلاجيوس ووافقوا على قرارات مجمع كرتاجنة. وفي البحث اللي في دين الاباء والاخوة اللي هيراجعوا فيه النصوص بتاعة مجمع افسس. عشان كده في قوانين كنسية مرتبطة بتاع معمودية الاطفال وقرارات مجامع تحرم من يعلم بعدم وراثة خطية آدم.
هنا بقى هرجع تاني لوحدة الجنس البشري اعتبرناها الإطار النظري للبحث. العبارة دي قالها أثناسيوس الرسولي: إن كان آدم وحده قد خلق من التراب إلا أنه فيه كانت توجد كل ذرية الجنس البشري. ده في كتابه ضد الوثنيين. إثباتات أخرى لوراثة خطية آدم: لما بولس الرسول بيقول المسيح ظهر ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. خلي بالكم ذكر أيضا ليبطل الموت، وحتى احنا بيقول ايه ابطل الموت بموته، دي موجوده حتى في ارسلين في التسبيح. طب جاوبوني اذا كان هو بيبطل الخطيه ولا يبطل الموت؟ الاجابه ايه؟ بوث. ما دي بقى مشكله، يقول لك لا هو موت بس. طب ما هو هنا بيقول يبطل الخطيه وبيقول يبطل الموت برضه. المعموديه نفسها، نعترف بمعموديه واحده من مغفره الخطايا. طبعا كلنا عارفين ان المعمودية مش بس بتغفر الخطايا، المعمودية بتدينا طبيعة جديدة، خليقة جديدة، عضوية في جسد المسيح، تبني لله الاب، بتدينا انتماء للسماء ونبقى مواطنين سمائيين، بتدينا مغفرة الخطايا، بتدينا استنارة، حاجات كتير. لو ان الكنيسة منذ البداية لا تؤمن بوراثة خطية ادم، وهي منذ البداية بتعمد اطفال، الاباء المجتمعين في القسطنطينية ما كانوش وقعوا نفسهم في المأزق ده، كانوا يقولوا نعترف بمعمودية واحدة لتجديد الطبيعة البشرية. وحاش يقولوا انت غلطانين، ان هي دي من ضمن البنود المهمة في معمودية، نعترف بمعمودية واحدة لمنحنا التبني لله الآب، كانت تبقى اجمل. نعترف بمعمودية واحدة عشان تخلينا اعضاء في جسد المسيح. ليه اختاروا لمغفرة الخطايا؟ لان الدكتور الماهر بيدور على اصل المرض مش العرض، مش يخفف الصداع ولا يخفف الحراره، بيشوف الميكروب. فهم قالوا المعموديه عشان مغفره الخطايا. طب الاطفال يقول لك مغفره الخطايا، طب الطفل عمل ايه؟ ما عملش حاجه. طب ايه الخطيه اللي تتغفر له؟ فيش غير خطيه ادم. المسيح شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه واحده، مش كلنا بنقول العباره دي؟ وجاية في منصوص في كتاب مقدس. طبعا هنا السمري، كل التطويل ده سمري. طبعا هما بيقولوا لا شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، معناها انه مغلطش، يعني هو احنا ما ورثناش الخطية هو ما ورثش الخطية، بس احنا بنغلط هو ما غلطش. احنا بنقول لا احنا ورثنا الخطية وبنغلط، هو ما ورثش الخطية ومش بيغلط. بدليل كمان لما قال بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، دخلت الخطية إلى العالم مش دخل الموت، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطأ الجميع. طبعا النص 5:12 دوت عليه ديبيت ومش هسيبه، هنتعرض ليه يعني. لكن خلي بالكم برضه في كورنثوس الأولى: كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع. هنا لما قال في آدم يموت الجميع، معناها في آدم كمان يغلط الجميع، اللي هي موجودة في رومية 5:12. هنرجع لها. لترجية: عندما خلفنا وصيتك فتحت لي الفردوس لأتنعم، أزرت وأنا اختطفت لي قضية الموت، أكلت بإرادتي. وفي ثلاث الرؤيا بقولها الكاهن: انت العارف كخالق جبلتنا انه ليس مولود امراه يتزكى امامك. ودي سيلكشن من نصوص كتيره احنا بنصلي بيها. حته بقى مهمه: شهاده الترجمات الاصليه للكتاب او القديمه. قبل ما اطلع لكم مفاجاه، لازم نعرف ان اللغات لما بتتطور احيانا المعاني تتغير. اي لغه تبقى كلمه دينوتنج حاجه، وبعدين لما اتطورت بقت لها معنى تاني. عشان كده كتير من النصوص القديمه حفظت لنا الايمان. اذا كنا زعلانين جدا ان اللغه القبطيه ماتت، مش بنتكلم بها في الشارع،
لكن نواه اللغه القبطيه حفظ لنا الايمان، لان محدش يقدر يلعب في النصوص القبطيه، نقدر نغير في النصوص احنا بنتكلم بيها، واي تغيير بيبان ان ده تغيير حصل في القرن الفلاني لان اللفظ ده ما كانش مستخدم في اللغه زمان. ففي لغه لاتيني قديمه وفي يوناني قديم غير بتاع النهارده، يعني الرجل الشارع في اليونان ما يفهمش اللغه اليونانيه القديمه. وفي لغه قبطيه، طبعا قبطي في صعيدي وفي بحيري، وفي لغات اخرى قديمه. الترجمه القبطيه ترجمت في القرن الثاني الميلادي كمشروع ضخم عملته مدرسة اسكندرية بقيادة القديس بانتينوس، وكان من أضخم المشروعات اللي اتحققت، والعلماء بيشهدوا بدقة الترجمة القبطية. ليه بقى؟ لأن الإنسان العادي في مدينة اسكندرية كان يتكلم يوناني بطلاقة ويتكلم قبطي بطلاقة، زي ما أنتم اللي جاي من مصر هو عنده 15-20 سنة وبقاله ياتي 20-40 سنة في أمريكا، كلم إنجليزي بطلاقة وكلم عربي بطلاقة، ده أحسن واحد يعرف يترجم. لذلك الترجمة القبطية في منتهى الدقة، لأن المترجم كان لغتهم اللي بيتكلموا بيها في الشارع يوناني، ولغتهم المولودة فيها قبطي، يتكلموا باللغتين مع بعض زي ولادكم في البيت، عشان كده الترجمة دقيقة. في الترجمة القبطية جاءت هذه العبارة، هذه الترجمة العربية بتاعتي: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت.